كابتن احمد عيد، النهارده الزمالك الحقيقه حقق الهدف طبعا. وعشان الناس تبقى عارفه، اولا الصفقات الجديده كلها مش موجوده في ظل الغيابات، وفي لعيبه مشيت وفي ما اعرفش ايه، فهو الهدف انه كان يكسب بره ارضه عشان يرتاح في مباراه العوده، ده ان اقيمت يعني. تمام. انت شايف كده ولا كنت شايف يكون افضل من كده، ولا شايف الدنيا ازاي؟ 2-0 النهارده على إلكت تشادي. لا، فوز مريح بالنسبة للزمالك طبعا، في ظروف الفرقة سافرت من يومين، وبرضو يعني الملعب كويس وكل حاجة. احنا طبعا تابعنا الماتش عبر لايفات كده، كانت معمولة على الفيسبوك انا وعلى استغربت لان انا عرفت من البعثه، مش من حد، من البعثه، انه كان سعر المباراه تتذاع ب 40,000 دولار. 50,000 دولار. 40 انا وصلت 40 والناس ما يعني، رضاش، ما هو حدش. النادي كان 15,000 دولار للنادي اللي وفي بيلعبوا، حقوق و15,000 دولار هناك في الكاميرون. في الكاميرون، وعايزين استضافة للفرقة في ماتش العودة. ده انا عارف الكواليس دي بقى، استضافة نادي الزمالك يعني استضيفهم 30,000 دولار. طب يعني يستضيفهم بكل حاجة، يعني 50,000 دولار كله من الآخر. قالوا وصلت 40 اللي انا عرفته يعني. طب 40 في الدولار ب 19 عشان تتكلم في هو 800,000 رفض جنيه من البداية رفض اللي هو يلعب الماتشين هنا. طب ما انت عايزنا ما اقصدش، اعمل لك انا اقصد اقامه اقول لك هنا يعني، انا بتكلم على الخدمه التلفزيونيه، طبعا. سيبك من صح، يعني انا بتكلم الفرقه ايه بقى. الجمهور احنا النهارده، انتقدنا. اصل بص يا كابتن، الجمهور كنت كسبان دوري وكسبان صح، كاس والفرقه فايقه والناس مبسوطه ولسه لعب كاس لوسيل والناس عايزه تشوف انت اللعيبه. بتتكلم حتى لو 50,000 دولار، مليون عادي جنيه، انت عادي، ممكن تجيب نصهم اعلانات على وات ايفر، حتى لو في الماتش، ماتش ما هو مش الزمالك لازم بس كل لو حاجه خدت حصر. مكسب وخساره يعني. انا اقصد اقول لك في خدمه برضو بتبقى للجمهور طبعا العظيم طبعا بتاع نادي الزمالك طبعا اللي نفسه يشوف طبعا، لعيب، والاستاد كمان ايه بتتابع حلو، فرقتك. والكاميرات هناك جيده، لا شيء، كان ده الاستاد اللي كان عليه نهائي كاس امم، فالامور ميسره ان يبقى الصوره حلوه والدنيا حلوه، ده اللي اقصده يعني. تمام. لكن خلاص اللي حصل حصل، فزعلنا طبعا، الماتش ما ما كانش اتذاعش. كاميرا موبايل، هل ينفع الزمالك يذيع ماتش بكاميرا موبايل؟ ما هو ده برضو الموضوع، مش الموضوع حلو كله يعني. عند الأندية اللي هناك. في الأول وفي الآخر الاتحاد الأفريقي برضو لازم يبقى حاطط للحد. لا هو سايبها للانديه، الاتحاد الافريقي ما بيقول دي لك ايه؟ مشكلة. بيقول لك ايه؟ اكسب انت من الادوار لغايه دور دوري المجموعات، دوري المجموعات هو بيحصل من البي ان عشان يديك بقى جوائز ويديك بيبيع التسويق بتاعه من اول دوري المجموعات، بس تمام. بيقول لك انت اكسب يا عم من دور التمهيدي، من دور 32، دخل الدخل بتاعك ليك انت، فالريت شادي ياخد هنا 15,000 دولار، ما ياخد ده بيبيع ماتش يعني. حتى انت ممكن لو بتلعب فريق جزائري او تونسي بتبيع ماتشك اللي هنا ليهم للتلفزيون التونسي مثلا، فبتكسب قرش وهكذا يعني، تمام. الدنيا كده. فبس انا بتكلم على الخدمه التلفزيونيه لجمهور نادي الزمالك العريض، ده حقيقة. ده اللي انا اقصده. زعلنا ان الماتش ما اتذاعش صح؟ والناس كلها، كان وكان يجب من بقى حق جمهور الزمالك هو يتفرج. ده كان قصدي. بس الماتش فنيا انت استفدت بقى فنيا، 2-0 مكسب مريح شوية، كان ممكن يزيد اكتر من كده، والزمالك ضيع ضربة جزاء كمان. فالموضوع قعدنا نقول زيزو، الموقع كاتبه لنا زيزو، لا، هو امام وهو عاشور. امام عاشور، هاتوا لنا يا امام جماعه عاشور التويته ده بتاعت الزميل كريم ابو حسين، لان هي حسمت، لانه هو الصوره كان في وحشه الملعب. طبعا بتاعت انا الموبايل. شفته في اللايف، كان امام، زيزو وحد كان بيذيع من اللايف بيقول ان امام اللي ضيع ده ضربة الناس الجزاء. كلها كتبت انه زيزو، يعني الناس كتير، عشان زيزو هو المتخصص. ف وان الضربه الثانيه وبتاع، لكن هو طلع في الاخر حسمها الحقيقه الزميل كريم ابو حسين، كتب التويتر، لو احنا معانا ايوه التويتر تمام. بتاعت يا جماعه كريم، انا هبعتها لكم اهي. ففنيا طبعا الزمالك خد الماتش، خد من الماتش اللي هو عايزه، وده اللي كان الراجل عايزه يعني قبل ماتش العودة، وان انت تبقى عندك اريحية بشكل كويس، هتلعب على استاد القاهرة الماتش الجاي. ماتش بالنسبة للزمالك ماتش مهم. اعتقد انه استاذ احمد الخضري بقى، بعد الفوز ده احنا شفنا الراجل اعلن فيتوريا، واضح ان كان في اتفاق مع فيريرا، لو كسبت بره سيب لي بقى اللعيبه في الماتشين. واضح كده ان الراجل فيتوريا لما اعلن القايمه بتاعت المنتخب للماتشين بتوع النيجر وليبيريا، حط فيهم الاربعه بتوع الزمالك، استثنى بس عواد. تمام. يعني هو ساب للزمالك عواد، والزمالك فعلا ما عندوش جول اصلا، لان دي بالقايمه دي ما فيهاش اللعيبه الجداد، فصبحي مش موجود، في نفس الوقت ما عندوش غير عواد، ما يقدرش يشيل ده هو التويته بتاعت او البوست بتاع الزميل كريم ابو حسين. تمام. قال امام عاشور هو اللي اهدر ركله الجزاء او ضربه الجزاء، ده دليل انه كان في لغط كبير جدا في المواقع انه زيزو هو اللي اضحى. فالتوضيح ده خلاص خدناه من كريم، هو الراجل كان مرافق البعثه هناك وفي الكتيبه الاعلاميه بتاعت نادي الزمالك، فخلاص الموضوع منتهي.